تسلم عن السلكون. احنا طبعا مش نسيتي بوسعيد ودارنا تونس تونس مش الكل ما دارناش دارها وطبعا مش او كاتريك مزيين وسيتي بوسعيد عجبتنا مزيينة طلعت اما بحرها مش باش اما البحر اللوطة لحقيقة مش مزيان وده هو قريب نوصله ودنيا صافية. مرحبا بيكم اني سلكون ايكا امولة حابه تقدم لكم الفيديو وحابه توريكم كيفاش مشينا سيتي بوسعيد والجو حاسيلو في تونس. قبلك في الجو في تونس امان عجبني برشا وسيدي بوسعيد ما الكلنا معناها اللي يسكنوا في تونس قراب غادي وين يحبوا يتفرهدوا كيكو سبت ولا لكسبت الاكثريه ولا احد يمشيوا لسيدي بوسعيد بالتران ناخذوا تي جي ام ونهبطوا فك التران والا هاكا واحد بالكهرباء يلوج وين يحط الكهرباء ويمشي على ساقيه. صحيح متعبه شويه على خاطر فيها جبل ومعني هك السعدية هذيك واما بتاع سبور وفيها حكا مناظر طبيعيه خليبه وخاصه انك الازرق ابيض. اما الدار شكون هذيك اللي شفناها تو هذيك هي يعني مثلا فين سيتي العزيزه حابين ندخل نصور وقداش قالوا لنا مال 15000 الواحده قلنا لهم لا مش لازم انا شفناها في المسلسل. والدباش متاع سيتي بوسعيد محلي هذاك الكل حاجات تذكاريه ياخذوهم السواح كي يجيو معناها باش ياخذوا حاجات يقولوا يتفكروا بها تونس. وفما برشا توريست في سيدي بوسعيد هذيكم هما برشا يحطوا وجهه سياحيه ولا الكافي دي ديليس معروفه في تونس. وهذا شنو من وين يعملوا البلبلوني هذا وين يطيب البلبلوني انا جبت نصور وكل عاده نسال بالطبيعه قبل ما نصور قال لي جا صور قال لي جا في الكوال هنا وصور بالكدا صور حتى وجوهنا الكل ميساج خديت اذنهم الكل اللي طيب الكل قالوا لي ميساج قلت بالك شي مولا المول يقول صور واللي طيبوا ما يحبوش قالوا لي لا ميساج يعطيهم الصحه حاسيلو خدينا هيك البامبلوني انا خديتها بلاش سكر وخدينا فريكاسي ورجينا لك البلايص هذيك تقدم شويه هكا تلقاك البطحه هذيك الكبيره تقعد تتفرج في البحر وتنجم تاكل من غادي ومن غادي فما الدروجات تهبط فيهم طب باش توصل للبور معني البحر اللوطة صحيح كما قلت لكم متعبين على الاخر اما محليهم في وسط الجبل معني هابط في الدروج وسط الجبل الحقيقه نحنا ما مشيناش معنا الصغار وزيد واحد كهو كبرنا في العمر ما عادش كي قبل ودينا بالكرهبة هبطنا وك للبور نتاع سيدي بوسعيد وقلنا نعملوا شي غطسه نشوفوا البحر. انا عملت غطسه في البحر. ما عجبكش البحر مالو علاش ما عجبكش؟ لا خاطر مش كيف غار الملح ريت غار الملح يقعد احسن بحر لحد الان مشينا له حبينا نمشيو لقليبيا للزهره وكالجماعه ذوكم الكل هاي وقت اللي مت الاخره جاو برشا ريح ونهار اللي مشينا المعموره معني في بينا باش نعملوا تور للزهره وكل ما نجمناش خاطر الريح وقلنا زيت صير غيان باش نشوفوا معناها البحورات وهما معني مش على هيئتهم الحقيقيه وبنزارس كيف كيف ما خلطناش باش ندوروها الكلها كبيره بالبحورات الشريط الساحلي نتاع بنزارت كبير ما شاء الله في برشا بحورات معني متنوعه حبيت نمشي نشوفهم ما خلطتش برشا نصحوني بكاب سيرات وكاب زبيب وبرشا هاسيلو ما خلطتش باش نمشي ورسنجله مشيت له صغيره ما طور حقيقه حبيت زيد نطلع ليه وما خلطناش هيك هو هذه الثنيه تاع البور باش نهبطوا من فوق كم الجبل هذيك الكيس معناها بالجبل ولا اللي يحبوا يهبطوا على ساقيهم فما كي دروج منين كنا نحن قبيله ناكل في بلوني من غادي دروجات دروج تهبط فيه حتى شري توصل للوطا اما توصل ركيبك ترعش كل اللي يحبوا يعملوا السبور هذيك حاجه اخرى ولقيناه معبي برشا بلي توريست ليه ثم ولاد البلاد معناها يجيو يعوموا غادي الاكثريه ولا القراب غادي كيجيو يعوموا غادي الحاجه الرمال نتاعو غامق كيما خاطر قريب للجبل والتراب وكل دونك الرمال نتاعو مش شكل الابيض الناصع الميم معني ما تنجمش ترى من تحس فيه كان مدردر ولا كيفاش ولا رمال خاطر غامق ما يوريش القاع نتاعو كل
انا بصراحه مانيش بقيمة قلت لكم من احباء البحر، اما كان عم بالكيف نبدا حاجه هكا تجلبني هكا. وروحنا اختي على الصباح عملت لنا الكريب، وقمنا واحد قام من النوم لقى الكريب والملاوي حضرت الملاوي، والبنات عباوا البيسين. يا خويا بصراحه احسن عمه في البيسين انا هو مال البيسين هذا خاطر غالق وكبير وليه وفيه جو يعني حاجه بالحق حاجه لو في الدار تكون البرة مهما تدور وتخرج باش تدور راه تتعب تعب بالحق واحد يتعب مش سهله معناها باش يبدا يدور من بحر لبحر وكل ما يحب لها بتاع وحود مازال صغار وكل نحنا حتى الصغار حتى الصغار تفرهدوا في الدار اكثر الحقيقه يعني. وهكا باهي وهكا باهي كل حاجه وعندها الرونق نتاعها. ايا والعشيه عاد شدينا طنيه قلنا نمشيو ونشوفوا بحير، قلنا نشوفوا بحر الحمامات. عمري ما مشيت الحمامات البحر معناها مشيت مره لوين الوتله وكل ما يسمي الحمامات يعني، اما هذه لا ما نعرفهاش. اما بحر الحمامات اخي بحر ليه مش خايب بوزر محلية هو، اما فيه الحريقه نهارتها هذيك علاش خاطر امال خرجت ضبطها برشا حريقه حسيلو تضحك الكل الكل اللي بس الماء خرج كي تقول عليه حساسيه هكا على بدنا معناها وكل نهارتها كل ولي تحمل هذيك علاش مش خايب يعني باهي هو ولونه الحقيقه محلي. وهذه وسط البلاد نتاع الحمامات من بار انا قعدنا يمكن كان طارت نص ساعه قعدنا شويه عملنا عملوا كل غطسه. انا كيما قلت لكم البحر اللي يعجبني نهبط ما يعجبنيش ما نحسش روحي مرتاحه ما نحبش نبلبز روحي. ومن بعد روحنا على وسط البلاد ريتا راني كي نصور هكايا كان بيني وبروحي تو ما نتفكرش لينا تعدينا على بلايص هكا كان كي صورتهم باش يقعدوني من بعد نقعد كي نتفرج وكل نعرف وين مشيت وشنو شفنا بريحة تبدا مش مركز تتفكرهم انت يا مال البلايص هذوما قاعدين في الذاكره نتاعك ليه معني وحدك بينك وبين روحك كي تحب تتفكر تفكرهم ولا كان كي تراهم تقول لي تعدينا من غادي نتفكر في مخك ما شاء الله على بنتي منين عجزت عجوز ما عادش تفكر وصلنا قريب المغرب مشينا عشية مخر نحنا وصلنا قريب المغرب وشدينا ثنية ومنظر الغروب عيشوا معنا اللحظة كيما واحد كيما مشي كيما جي بالحق قداش نبدا عامله جو كي نبدا نتفرج هكا كيما قلت لكم حتى كي راه معناها توين صراوح ونقعد نتفرج وتعجبني كي ماشيه في الكياس اكثر من كل شيء. انا تعجبني كي نوصل ونمشي في الكياس الحقيقه ما تعجبنيش. ما تحبش انت؟ انا نحب نوصل اكيد اذا فما شكون هذه في المرويح توا هذه الدندين قعدت نصور فيها تفكرت الايامات اللي قريت فيهم اتيود لهنا اتود جيستيون وقتها اتود مات في الباك يا حسرة ما روحنا فرنسا ليه ما روحنا من حماميت ما تعدينا على دندين من غادي ومنوبة اخذ نفس الطريق حسيت علي فما متروف ثانية المطار وي وريتو هي بالحق فما اما في المشي مش في المرويح وذكرني هذوما اللي يبيعوا الغله في خزنه دار حتى المانجا الكل هذيك حليب الغله تلقى عندهم نحن يعني قبل صغار المانجا والافوكا كل الروه هم كان عندهم هما ولا ناناس وكل وذي الكيس نتاع شو اسمها هكا يقولوها لوزينه نتاع الجلد يظهر معمل الجلد ويقولوا لوزينه قبل معمل الجلد كان قبل لهنا وين اللي سيبنا بذيف وين قريتينا زيادة حسين رجع لك الحنينة هوا اللي سي قاعد تصور فيه شنو بيه جلد معمل جلد ياخذوا جلود متاع البقر ويعملوهم زرابي يعملوهم شو اسمهم قلنا معاي صبابة شليك ما تشمنا حنا شليك متاع البقر ليه يتبيعوا غالين يصدروهم زي يخرجوهم البرة معناها فهمت ياخي الباقي اللي عندها جلدة أكيد وا ولا شنو اللي فوق وروحنا هكا ما لقيناش خبز يا أخي عنا سميد معناها شوية سميد هكا وفيرينا واللي تعملت لهم كعبات طابونة خبز طابونة
ليه وصورت معناها في بالي اللي عملت طابونه ونسيت باش نصور وقت اللي طابت تلمو جيت مبسه وبنينه تاكلت وما خلطتش باش نصورها. عملتهم كعبرات هكايا الطابونه اللي هذيك العاديه معناها عملها ما غير بسستها زيت اكثر من العاده ديجا كتلق معناها بالزيت. جيتك اللي تتقرمش من برا وطريه من داخل ونبلها بالماء ونحطها في الفور على اعلى درجه. حطيت الطبق يسخن مليح مليح طبق الفور ما خرجتوش حطيته في الفوق وبليتها بالماء وبعد نقبتها بالفرقيطة ورميتها في الطبق طول رميت بثلاثة كعبات هذيك شهز معناها الفور وكها ومعاهم كعبات الزيتون متاع خالتي حسيل وكسطل اللي نسيته ما بجبته لي شرا واحد فديت فيه ثاري ما شاء الله